برحب بحضراتكم من جديد، وخلونا دلوقتي نروح العلمين ونعرف من زميلنا رامي محمد آخر أخبار اللي بتحصل في مدينة العلمين الجديدة وتطورات اللي يمكن بتحصل هناك. صباح الخير عليك يا رامي. صباح الخير عليكي بسنت، صباح الخير عليك أحمد، صباح الخير على كل متابعينا في متابعة لأنشطة وفعاليات العالمين الجديدة، مهرجان العالم عالمين اللي بيشهد زخم كبير جدا وحضور كبير، خاصة مع عطلات نهاية الأسبوع بتزداد أعداد الزائرين على مدينة العالمين الجديدة والأغلب الفعاليات المتنوعة اللي موجودة فيها. ومن أبرز الفعاليات دي النهاردة حفل الفنان تامر حسني اللي بتشهد منطقة أرينا العالمين، المنطقة اللي موجودة في العالمين الجديدة، استعدادات نهائية خاصة بالطرق وأيضا الشوارع لتوجيه الزائرين لمكان الحفل. بنتكلم كمان على المسرح اللي تم تجهيزه والشاشات بشكل نهائي، اللمسات النهائية لاستقبال الحفل النهاردة وجميع الزائرين لمدينة العالمين من خلال فعاليات العالم عالمين. كمان لو اتكلمنا عن وجود لعدد من سيارات الخدمات اللي بتجوب أغلب شوارع مدينة العالمين، كمان موجود عدد من سيارات الخدمات المرورية لتوجيه المواطنين والزائرين للأماكن اللي المفروض يكونوا موجودين فيها خلال اليوم، كمان مجموعة من رجال الأمن اللي بتوجه كمان أعداد الحضور عشان ما يكونش في أي ازدحام في عملية دخول وخروج من حفل الفنان تامر حسني. كمان لو بنتكلم عن الأنشطة المتنوعة من امبارح للنهاردة، بتشهد سماء مدينة العالمين الجديدة من خلال مهرجان العالم عالمين عدد من العروض الطائرات الجوية، وكمان العروض دي كانت عروض مختلفة، وأبدى العديد من الجمهور حالة من السعادة بعمليات العروض الجوية الموجودة، وكمان القفز بالمظلات اللي كانت موجودة في سماء العالمين على مدار الأمس وحتى اليوم. أنشطة مختلفة ومتعددة بتشهدها مدينة العالمين في أكبر الأحداث الترفيهية الفنية والثقافية كمان اللي بتشهدها مدينة العالمين الجديدة وعلى مستوى الشرق الأوسط. الحدث الكبير اللي بدأ من 13 يوليو ومستمر حتى 26 من أغسطس المقبل، بنتكلم عن أحداث ترفيهية فنية ثقافية متنوعة في تجربة سياحية كبيرة جدا للمصريين وغير المصريين ومن أيضا الأشقاء العرب وأيضا الأجانب، اللي بتشهد المدينة حالة من الزخم بحضور مختلف المواطنين سواء من مصر أو خارج مصر. دي الحالة النهاردة الخاصة بنهاية العطلات اللي بتزداد فيها عملية الحضور، وكمان حفل الفنان تامر حسني اللي هيبدأ بالليل من استعدادات ولمسات نهائية لانطلاق هذا الحفل. عودة لكم مرة أخرى. يعني رامي بنشكرك على كل هذه التفاصيل وأجواء مبهرة ويعني تفاصيل موجودة كتيرة في مدينة العالمين لمهرجان العالم عالمين تحديدا. وطبعا أنا بحسدك، يعني النهاردة هتحضر حفلة الميجا ستار تامر حسني، يا بختك محدش قدك سواء أنت أو محمود جميل، يعني دايما بتحطونا في تفاصيل الصورة وأجواء مبهرة. وفي الحقيقة الواحد فخور أن النهاردة عندنا مهرجان عالمي، كل الناس وكل الأنظار ملتفتة وتتجه لا والجميل العالمين. كمان يا أحمد أنه الويكند ده بالذات عشان فيه أجازات كتيرة قوي، فكمية الناس الموجودة صحيح في العالمين كتيرة وكبيرة جدا جدا، فالنهاردة أكيد هيبقى فيه إقبال كبير على حفلة الميجا ستار تامر حسني، متحمسين أن احنا نشوف التفاصيل. دي بداية الحفلات بالمناسبة النهاردة، يعني البداية الفعلية للحفلات الغنائية أو للفعاليات الغنائية في مهرجان العالمين. يعني بحب قوي كمان أن تامر حسني دايما بيبقى عنده كده حاجة مختلفة، وهو دايما بيطلع شاب جديد أو شابة جديدة يغنوا معاه على المسرح، فاحنا اكيد هنتابع فعاليات المهرجان يوم بيوم، ولكن كمان هنتابع النهارده حفلة تامر حسني، ويعني ريتنا كنا هناك يا احمد. صح، يعني خلاص البركه بقى في زمايلنا محمود جميل وزمايلنا وشبكه مراسلين القناه الاولى المنتشره في مهرجان العالمين اللي بيحطونا في تفاصيل الصوره، فكاننا هناك بس كاننا هناك فعلا. كاننا هناك يعني. وبحب برضو في تامر اللي هو بيختار احيانا الناس من الجمهور بيختارهم كده بيغنوا حلو يطلعهم معاه على الفيلم. هنشوف تامر هيعمل ايه النهارده. يعني كل التوفيق للميجا ستار تامر حسني، وتكون بدايه قوية لموسم قوي وموسم جديد، موسم هو الأول من أو نسخة هي الأولى من مهرجان العالم عالمين.